Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Balqis Athifah Sitorus. Kelas 6 SD mengikuti lomba MTQ. Saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 190 sampai 192. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh